في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب لقد أتينا كل باب نمضي على درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب من قبل أن تجلو الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب في سنة 670 ميلادية دخل الدين الإسلامي إلى المغرب على يد عقبة بن نافع، وإلى هذه السنة استمر هذا الدين الإسلامي قائماً في هذه الدولة، دولة المغرب. قرأت كثيراً عن التجربة القرآنية في هذه الدولة، وجدت أن هذه التجربة تجربة جميلة ورائعة ومميزة، لذلك أتيت إلى هذا المكان كي نطلع على هذه التجربة، وتطلعون أنتم معنا على هذه التجربة القرآنية. منذ أن دخل الإسلام وهم حريصون على تعليم أولادهم القرآن في سن مبكرة، ولكن هل الحفظ في القرآن في المصاحف أم الحفظ في طريقة أخرى؟ لا، بل هي في طريقة أخرى. حفظوا القرآن على طريقة الألواح. ما هي الطريقة؟ سترون معنا بإذن الله تعالى. في مدينة فاس العاصمة الثقافية للمغرب كان لنا زيارة لأحد دور القرآن هناك، وهو دار مسجد أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها، ورأينا فيها ما لم نره من قبل. إنها الطريقة المغربية التقليدية لحفظ القرآن الكريم، الحفظ عن طريق الألواح. يحفظ هذا الولد ما شاء الله آية سيقول سفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، بداية الجزء الثاني، هذا هو حفظه. يعني هذا اللي أراه، اشرح لي يا شيخ. هذا تلميذ، نعم، سيكسب هذه اللوحة هو، نعم، إذا كان حافظ سيكسبها من رأسه، ولا ما كانش حافظ كان مليو عليه. نعم، تملي أنت عليه. إيه نعم. نعم. هذا فيكسم راسه. دابا سنعودو إحنا كان نسميوها سندوزوها أو تنسلكوها. نعم. أو تنصحوها. نعم. إذا أخطأ في تشكيل. إذا كان إذا كان شي حاجة فيها خطأ ولا شي حاجة تنصلحوها. نعم. وهو نعم. تيشوف باش كيعاود يعقل. نعم. وشيخنا لا أجد مصاحف. يعني لا أجد مصاحف مع المصاحف يمنعون. ممنوع كاينين، ولكن يمنعون على هؤلاء أن يقرأوا فيهم أو يراجعوا فيهم. طيب واحد أخطأ الآن، واحد من أخطأ إصحح له طالب اللي حداه، ولا صديقه إصحح ولا أنا ولا أي واحد إصحح له. أما أن مصحف ممنوع، ما يرجعش المصحف إلا الله. في حالات نادرة الله عاد يرجع المصحف، لأن مثلا خليهمش يولفوا المصحف. نعم. لأن إلا ولفوا المصحف سيبقى يخاف تفسو. نعم. دائما يرجع المصحف. نعم. لكن كيراجع وقف يقوى خصو يبقى يتعتع مع القرآن حتى يجبره الله، حتى يلقاه الله، يأخذ أجر التعتع ويسأل صديقه، يبقى يتعتع مع الآية حتى يصيبها، فإذا نعم. وجدها ستكون صافي. نعم. ممنوع المصاحف في هذا المكان. ممنوع تماما. نعم. إذا أخطأ يسأل صديقه، إذا صديقه لم يعرف يسأل صديقه الآخر، لا يرجع إلى المصحف إلا بحاجة قصوى. تتخيلون معي أعزائي المشاهدين أن كل اللي يحفظون الآن يقرؤون كل واحد من مكان، يعني أحد يحفظ من البقرة والثاني يحفظ من جزء عمه والثالث من تبارك. هذه الواحد يقول ممكن هذه الضوضاء أو هذا الإزعاج، واحد ما يقدر يحفظ. لا، عندهم إمكانية الحفظ وتعودوا على هذه الأجواء الرائعة ويستطيعون إتقان القرآن بهذا الشكل الرائع. قرآننا نور مبين في
العابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين منه شفاء. نحن الآن في كتاب مسجد أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وأرضاها في منطقة فاس في المغرب، ومعي الآن أحد النماذج المتميزة في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى. أقول متميزة، نعم متميزة، معي حبيبي الغالي الشيخ أشرف. شيخ أشرف، ما شاء الله، متى بدأت تحفظ القرآن الكريم؟ كم عمرك كان وأنت حفظت القرآن؟ في السنة 13. بدأت وأنت في سنة 13؟ نعم. بحفظ القرآن كم سنة وانتهيت من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى؟ كم سنة وختمت الختمة الأولى؟ سنة ونصف. سنة ونصف. نعم. يعني عمرك تقريبا 14 سنة ونصف ختمت. نعم. الختمة الأولى. نعم. طبعا لما نقول الختمة الأولى يعني كتب القرآن الكريم كاملا أول مرة، يكتب القرآن الكريم كاملا بيده أول مرة فيختم الختمة الأولى. فإذا كان عنده خطأ أو خطأين أو عشرة أو أيا كان يبدأ بالختمة الثانية. طيب، أستطيع أن أختبرك في القرآن الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم فيهما عينان نضاختان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان. حسبك وبارك الله فيك وبارك الله في حفظك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الحفظ في ميزانك وفي ميزان والديك ومعلميك، وما شاء الله لم يخطئ ولا خطأ. طبعا نحن نقرأ بقراءة حفص عندنا في الخليج، ولكنه قرأ بقراءة ورش حفظه الله وكثر من أمثاله، وهذا نموذج يعني رائع جدا لكل من يريد أن يحفظ القرآن. الآن نحن نتكلم عن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وكيف نحفظ هذا القرآن، وأنت تسمع مني هذا التشجيع على حفظ القرآن الكريم كامل، ولكن هناك قاعدة أساسية ومهمة. هذه القاعدة أنك لا تسوف في حفظ القرآن الكريم. شلون لا تسوف؟ لا تأخر. الآن وانت تسمعني ابدأ من الآن تحط لك هدف أنك تحفظ القرآن. لا تخاف من الفشل، لا تخاف من عدم تحقيق الهدف، لا يصير عندك تخوف. القرآن مو صعب، القرآن ميسر من الله سبحانه وتعالى، ولكن يحتاج منك عزيمة. ابدأ الآن وحط لنفسك شيء، أن أنا يا فلان يا خالد يا سعد يا أحمد أبي أحفظ القرآن. لما أنا أقول لك بداية، تخيل معي التجربة، أن واحد يبي يتعلم سباحة ما يعرف سباحة، وهذا الرجل يبي يروح يتعلم، أول ما يوقف عند الماي تلاقيه خاف إذا كان عميق، إذا وقف يخاف، باكر يخاف، عقبه يخاف، ما راح يبدأ، ما راح يتعلم السباحة. ولكن إذا قط نفسه في الماي حتى لو شوي غرق وطلع مرة ثانية، لكن راح يتعلم من هذا اليوم السباحة. أما مشروع القرآن أعظم، مجرد أنك أنت تبدي فيه راح تجد التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فالقاعدة المهمة أن تبدأ الآن.
معنا عن طالب اسمه طه حافظ القرآن في منطقة شفشاون في المغرب. خلونا نشوف هذا الولد المتميز، تعالوا معنا. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا. طه شاب متميز حفظ القرآن وهو عمره 10 سنوات، والآن عمره ما شاء الله 16 سنة، حصل على المركز الأول في مسابقة المزمار الذهبي في المغرب. مستمتع وأنا جالس معه، ولكن بإذن الله يكون هو قدوة لأبنائكم. فنبدأ معه اللقاء. كيف حالك يا شيخ طه؟ الحمد لله، تشرفنا فيك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. كيف كانت حياة طه مع القرآن؟ بداية طه مع القرآن. الحمد لله، بفضل الله يعني وجدت نفسي يعني في عائلة محبة للقرآن، يعني أجدادي ويعني أخوالي وعماتي يعني، والوالد والوالدة كان عن دائما عنا جو قرآني في المنزل، يعني لا. إما آيات تتلى، وإما الوالد يجود، وإما إخوتي يتذكرون ويحفظون القرآن أو التفسير. يعني طه يعني جاء بعد سلسلة من ابتلاءات واختبارات لصدقنا لحب القرآن. كم عمرك بدأت بحفظ القرآن؟ يعني بدأت عمري 9 سنين. نعم. وختمت القرآن؟ يعني كان عمري 10 سنين. في سنة واحدة. كانت عليك صعبة؟ يعني هل وجدت صعوبة في حفظ القرآن؟ يعني شوية لا في البداية، يعني طبيعي، ولكن يعني سبحان الله الوالد يعني أعطاني قدوة. نعم. يعني هو يعني مش كان حافظ، ولكن يعني كان يحفظ حزب في اليوم. وهذا الأمر القدوة، كنا في الولايات المتحدة الأمريكية، و يعني في جلسة مع في مركز إسلامي وجلسة مع الآباء، وطرح علينا السؤال الرجاء يا طه، حبينا قلنا كيف يمكن أولادنا يصبحوا مثلك حفظة لكتاب الله ويجمعوا بين الدراسة ويتوف. السؤال لطه. لطه. نعم. أجابهم طه، الله يوفقه ويوفق أولاد المسلمين جميعا. آمين. آمين. قال لهم إذا أحببتم أن يكون تكون ذريتكم مثلي، لابد تكونوا مثل أبي. الله أكبر. المشكل مش المشكل في الأولاد، المشكل في الآباء. نعم. شيخ طه، كثير من يسأل الآن، من في سنك الآن 16 سنة ما شاء الله وتميز هذا في القرآن، كل من يسأل هل قرب طه من القرآن منعه من حياته وممارسة حياته بشكل طبيعي، السفر، اللعب، ممارسة كل الهوايات، هل منعك القرآن؟ سبحان الله، يعني عندما يكون يعني طفل صغير يعني ويجبر يعني على شيء ما يعني يخلي ذلك بالطفولة دياله، لكن سبحان الله الوالد بحكمة يعني أدخلني القرآن، فكانت يعني هوايتي القرآن. نعم. يعني حببت القرآن، يعني كنت ألعب، يعني كان عندي وقت مخصص للعب، يعني مشاهدة الأفلام والخروج يعني. نعم. ورياضة ومارسة الرياضات، ولكن يعني ولكن كنت أحب القرآن يعني كأنه هواية، يعني كنت أفضل. نعم. يعني أقرأ القرآن وأجوده وأحفظه يعني بدل اللعب. نعم. سبحان الله الوالد بحكمة يعني. نعم. أصبح ذلك. سبحان الله القرآن هو اللي زين طفولتي. ما شاء الله، القرآن هو الذي زين طفولة طه ما شاء الله تبارك الرحمن. من قلبنا بنحب القرآن، ربنا نور الحياة ماشيين عليه طول عمرنا، جنتنا آيات العظيمة وفي خدمته أعظم مكان، منزلة حلقته بتخلي الملائكة تحفنا، وإحنا معاه بيننا وبين الله صلة. رسالة من قلبي ومن محب إلى كل أولياء الأمور، إلى كل أم وأب حريصين على تحفيظ أبنائهم كتاب الله سبحانه وتعالى. الرسالة تقول إن من الآن إذا عندك ولد، عندك بنت صغار في السن، ابدأ معاهم من الآن في تربية القرآن، ابدأ معاهم من الآن في تحبيبهم بهذا القرآن الكريم. كتاب الله سبحانه وتعالى عظيم، وأعظم مشروع لك أنت يا ولي الأمر، وأعظم مشروع لك أنت يا أمنا اللي قاعد تسمعيننا. الواحد فيكم الآن يقول أن القرآن ممكن صعب،
ما أقدر أحفظ عيالي، أنا أقول لك لا سهل. إذا الآن وأنت معاي تحط في بالك أن حفظ القرآن هو مشروع عظيم، وكل مشروع بالنهاية لا ربح، لكن مشاريع الدنيا أنت ما تدري إذا الربح مضمون ولا مو مضمون. أما مشروع القرآن ربحه مضمون 100% بإذن الله، لأن اللي وعدنا بالربح هو الله سبحانه وتعالى ثم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكل مشروع يحتاج إلى دراسة، لا تصعب على نفسك، يحتاج إلى دراسة جدوى حتى تبدأ بهذا المشروع بهذه الدراسة وتنتهي منه بإذن الله بالربح في الدنيا والآخرة. الحين واحد فيكم يقول لي الدراسة من وين أجيبها؟ شلون أحصل على هذه الدراسة؟ صعبة علي، أسأل منه؟ أنا أقول لك أخوكم ومحبكم فهد راح يعطيكم الدراسة بالضبط، دراسة الجدوى. لكن أرجوك حط إيدك بإيدي وركز معاي وراح تشوف أن حفظ القرآن لأولادك سهل جداً، ولكن يحتاج إلى إرادة واستشعار شنو ربح هذا المشروع. عيالك صغار صدقني الآن الحفظ ممتاز، فالحفظ في الصغر كالنقش على الحجر. إذا بدأت معاهم من الآن راح تشوف حفظهم بإذن الله قوي، ولكن اعزم معاي بهذه الدراسة الجميلة والسهلة اللي راح أعطيك إياها بإذن الله تعالى. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب، وحدنا رب القلوب. ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب. ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل باب، نمضي على درب الصواب، درب الصواب من قبل أن تجلو الخطوب، من قبل أن تجلو الخطوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب، وبحضرات الذكر الحكيم وحدنا.